كان هنا في ندوة اجتماع للجنة الرواد وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وكان الخطيب فتح الباب يعني كل واحد يقول اللي عايزه ايه المشاكل اللي بتتعرض له. فاقترحنا انه ليه اللائحة اللي هي مجلس الإدارة كل يوم عمال بيجتمع بيشوفها ما نعمل يعني انفتاح أسري البيت، أهل البيت يتكلموا فيها، نسيب القعدة زي قعدة الدوار في البلد يتكلموا في اللائحة دي، كل واحد يتكلم يقول اللي ليه. ففعلا هو نريها في الجلسة دي وقال هنخلي كل اللجان تخش تتكلم في اللائحة ونبعت صور من هذه اللائحة للجان وتجتمع، وهي اللجان دي هي اللي هجيب أعضاء الجمعية العمومية إن يحضروا يقولوا نعم أو لا. إحنا مش عايزين نجبر الناس على لا شيء مش عاجبهم ولا نقول نعم لحد شيء عاجبه زيادة. فده هو الإطار اللي اتخذ إنه يتعمل كده. أفضل شيء تم المشاركة المجتمعية لإثبات إنها عائلة النادي الأهلي، مشاركة الجميع، مشاركة مش شايف في حد ما اشتركش، مشارك يعني اللائحة اللي هي مشروع اللائحة اللي موجود يفوق طبعا مشروع اللائحة الأولاني اللي كان موجود ولم يعتمد. المناقشات بتاعتنا النهاردة في البنود اللائحة وده كذا، الناس بتتكلم كحرس البيت بيتها، اللائحة دي بتاعتها، ده الكلام المكتوب ده عشاني أنا، فاحنا عشان كبار السن والسن كبير. الله يا عم ده احنا خلاص راحت علينا. لا مفيش راحت علينا، في ولادنا، في ولاد ولادنا، في احفادنا، هو ده البيت، هي دي قيمة النادي الاهلي، الفاميلي، فاميلي تيم. وفعلا كان في نظرة عدل وحقيقة وانكار ذات، والحاجات اللي اتعدلت اعتقد 70-80% منها ان مجلس الادارة هيوافق عليها بدون مناقشة، لأن ده أمر واقع وجاية من المطبخ، نظيفة منتقاة من صفوة النادي الأهلي، أعضاء بيت النادي الأهلي اللي هي أو يتمثلوا في الرواد. عدد الرواد عشان بس للعلم 23,000 واحد في النادي الأهلي، لأن احنا للرواد فوق 60 سنة هو الرائد بالنسبة للرجالة، والست فوق 55، فكل ما فوق هذه المرحلة السنية أدلى بدوره في الرواد. اللجنة بيديرها 11 واحد لكن 23 واحد موجودين، والأهلي لم يبخل لا على الطفل وعلى الرواد. طيب الأستاذ ممدوح الشافعي متحدثا عن اجتماع لجنة الرواد لتقديم مقترحاتها بشأن تعديل مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، ومازال معانا